اليوم فقرتنا الطبية سالي، يمكن كثير من الناس بتعاني منها مشاكل الأسنان، يمكن كثير من الناس بتحاول تحافظ على ابتسامة جميلة، وكمان يمكن بظروف استثنائية وأحوال مادية يعني ضمن الإمكانيات. كنا عم نحكي صح، كنا عم نسأل الشارع السوري، كاميرا الإخبارية السورية نزلت على الشارع سألت كثير من الناس حول مشاكل الأسنان الشائعة. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا الدكتور روني توما، أخصائي تقويم وتجميل أسنان. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. يسعد صباحك دكتور واهلا وسهلا فيك. يعني هلا رح نبلش معك، ولكن ذكرت نور انه اراء الشارع السوري كانت متعدده، رح نروح نحن وياك ومشاهدينا نشوف التقرير التالي او الاستطلاع شو راي العالم ونرجع لضيفنا. الصغير يعني عنده تقدم بالاسنان، شو السبب وشو العلاج؟ من الحاله المرضيه اللي نقدر فيها ركب تقويم اسنان، بصير معي لمعه باسناني، يعني لمعه قويه ما انها طبيعي، فانه هالشيء بسبب لي ازعاج. شو سبب هاي اللمعه؟ شو يعني كيف نعالجها؟ كيف نتجنبها؟ انا عندي بنت عمرها 10 سنين عندها مشكله انه اسنانها التحتانيه طلعوا ورا الاسنان الاصل، فشو المشكله يعني بهذا الوضع؟ وبعمل لها عمليه لإلهم. بصير اصفرار على الاسنان، شلون هيك؟ شو السبب؟ يمكن سالي سمعنا كثير من اسئله شائعه حول مشاكل الاسنان، يمكن اشهرها نزيف اللثه، يعني بعض الناس قالوا نزيف اللثه بشكل مستمر، شو اسبابه؟ هلا اذا بدنا نحكي عن نزيف اللثه، نزيف اللثه هو يعني التهاب اللثه. فاذا بدنا نعرف شو اسباب التهاب يعني مثلا شي اسنانك وتشوف في دم على الفرشايه طبعا. او مع المعجون، هاد اهم مؤشر لالتهاب اللثه هو نزف اللثه. يعني احنا اذا بدنا نعرف اللثه هي هل هي ملتهبه او لا، احنا بس بكفي نسبره بمسبر رفيع، اذا نزفت معناتها هي ملتهبه. فنحن شو اسباب التهاب اللثه؟ اسباب التهاب اللثه متعدده، ممكن اسباب متعلقه بالهرمونات مثل الالتهاب اللثه اللي بصير مع الحمل عند الاناث، ممكن التهاب اللثه اللي بيترافق مع تناول بعض الادويه مثل ادويه الصرع، بصير في ضخامه والتهاب. هلا في اسباب متعدده بس السبب الرئيسي والسبب اللي تبع العنايه تماما السبب يلي هو مسيطر، يعني مسبب ل بيكون شامل لكل عند كل الاشخاص ما انه عند اشخاص معينين، هو عدم تفريش الاسنان المستمر بشكل يومي. يعني عدة اسباب يمكن دكتور ذكرتها، ولكن يمكن في سؤال كان ايضا من الشارع انه اصفرار الاسنان، طبعا المدخنين نور واللي بيشربوا ارجيله وبيشربوا قهوه اجباري بدهم يصفروا اسنانهم اكيد. تفضل، يعني كيف بيقدروا ما حدا حيبطل دخان وارجيله، ولكن يقدروا شوي يعتنوا باسنانهم مع الظروف السلبيه المحيطه بالاسنان؟ يعني تمام، هلا اصفرار الاسنان موضوع كمان بيتعلق بطبيعه الشخص، شو بيشرب هو اكثر شيء. هلا في اشخاص مثلا ما كثير بتشرب قهوه، ما كثير بتشرب نسكافيه، هي الامور هي اكثر شيء مسؤوله مع التدخين، هي اكثر شيء مسبب لاصفرار الاسنان. فالشخص يعني الاساس نرجع لتفريش الاسنان، ما دام الشخص عم ينظف اسنانه بشكل يومي اقل شيء مره باليوم فبيكون اموره تمام. مع هيك بتلاقي فرق بين الشخص اللي بيشرب كثير نسكافيه والشخص اللي ما بيشرب كثير نسكافيه، هي السبب الاساسي بالاصفرار التدخين والمشروبات المصبغه. طيب دكتور كمان ذكروا بعض الاشخاص لمعه الاسنان، يعني اكثر من شخص قال في انا عندي لمعه اسنان دائمه، شو اسبابها؟ هلا لمعه الاسنان هي متعلقه بسببين غالبا، اما نخر او حساسيه باعناق الاسنان. هلا هي السبب المبهم للاشخاص، بيقول لك انه عم تلمع اسناني بس ما عم اعرف من شو، هي بتكون غالبا بتكون في حساسيه باعناق الاسنان، بيكون في عنده تراجع باللثه بسيط، فبينكشف الجزر، متى انكشف الجزر؟ الجزر فيه قنوات بتوصل للعصب غير المينا، اذا انكشف الجزر بصير في حساسيه باللسان. اما النخر فهو لمعه واضحه بتكون موضعه بسن واحد، مثلا انا بيوجعني هون في حدد باصبعه او بلسانه السن اللي عم يلمع، اما صح. حساسيه العناق تلاقي بيقول لك المنطقه كلها عم توجع، يعني ما عم يعرف من اي سن.
نعم، يعني يمكن ايضا حاله تقويم الاسنان نور يمكن يبلشوا مع اولادهم صغار غير وقت يكبر الواحد هيك اسنانه فوق بعضها، شو رايك دكتور؟ تمام. هلا اذا بدنا نحكي عن تقويم الاسنان، هو اختصاص تقويم الاسنان والفكين. والفكين يعني تقويم الفكين هو اهم من تقويم الاسنان. صحيح. هذا الشيء الناس ما بتعرفه، يمكن انه تفكر انه تقويم الاسنان هو حاصرات وسلك بنركبهم على الاسنان وبنصفهم حد بعض. تقويم الاسنان ما هو حاصرات سلك، هو عدد كبير من الاجهزه، كل جهاز بيشتغل شيء معين. الاولويه بالفعل لتقويم الفكين. المشاكل يلي ممكن تصير بالفكين، تقدم الفك العلوي، تراجع الفك العلوي، تقدم الفك السفلي او تراجع الفك السفلي، كلها مشاكل لها اولويه اكثر من تقويم الاسنان. وهذا الشيء بيستدعي تدخل مبكر. نحن بمرحلة النمو ممكن نعدل هي المشاكل ونسيطر عليها قبل ما يوصل الشخص للبلوغ. وهي نقطة مهمة، لأنه كثير هلا مثل السؤال اللي كنا عم نسمعه لسيدة عندها طفل عمره 10 سنين بتقول لك في عنده بزوغ بالأسنان، أسنانه مركبة فوق بعض، يمكن لو بلشنا بعد ما تسقط الأسنان اللبنية وتبلش الأسنان الأخرى تطلع، هون العلاج بيكون بالنسبة يمكن مدة زمنية أقصر وأسرع للأطفال، لأنه دائما بتلاقي الأهل بيروحوا بمرحلة متقدمة، يعني بيكون أسنانها كلهم طلعوا بتلاقيهم مركبين فوق بعض، فبتلاقي التقويم بياخذ وقت اكثر، فالتقويم الفك بمرحله ابكر يمكن بيسهل على الاهالي هذا الموضوع. تمام. هلا الفك هو حامل للاسنان، اذا الفكين ما كانوا بعلاقه صحيحه مع بعض ومع الوجه الاسنان ما بتحسن توصل لعلاقه صحيحه مع بعض. فنحن لما بدنا نبلش نحل المشكله نطلع اول شيء على الفك، ما نطلع على الاسنان، حتى نوصل يكون الفكين صحيحين وقتها بنبلش نشتغل على الاسنان. الموضوع تراكب الاسنان وتبديل الاسنان هذا كثير مهم بمراقبته بعمر التسع سنوات 10 سنوات. هون بيكون في عندنا غالبا نقص بالمسافه، وكثير بنشوفه انه الاسنان عم تطلع متراكبه مع بعضها. صحيح. هذا التراكب هون بيكون في نحن عندنا نقص بالمسافه اللازمه لارتصاف الاسنان، فنحن بدنا نامن مسافه لهي الاسنان. نعم. تأمين المسافة بيكون عن طريق توسيع الفكين، الانتقال من دائرة أصغر لدائرة أكبر. تماما. فإذا يعني مثلا بعمر العشر سنين شخص القواطع الأمامية كثير حالي بنشوفها أنه السنين يلي بالنص بيبزغوا، السنين يلي حدهم ما بيبزغوا، بيكونوا منحصرين. تمام. فنحن هون في عندنا نقص مسافة، نحن بدنا نجيب مسافة من وين؟ بعمر العشر سنين تحديدا إذا كانت إمكانية التوسيع ما أنا ممكن يعرض الفك صحيح، التوسيع الأمامي الخلفي صحيح، المحاور محاور الأسنان ما بتتحمل إني نطالعهم لبرا لنأمن مسافة، فهون نحن بمرحلة مهمة لا ممكن ننتقل للقلع الدوري، وهذا يعني المفروض يعرفوه الدكاترة قبل الأشخاص. صحيح. إنه بهي المرحلة ممكن نحن نضطر نقلع ضاحك دائم. تمام. من قبل ما يبزغ نحن نخطط له لحتى نقلعه. ليش ما بنتركه مثلا، نقول مثلا في عندنا نقص مسافه 10 ملي، ليش نحن ما بنترك خلص لتطلع الاسنان ووقتها بنعالج الاسنان؟ نعم. ما بصير نترك بهي المرحله، هي المرحله هي مرحله قلع دوري، نحن بنقلع الضاحك المؤقت، بعدها بنقلع بنقلع الرحل المؤقته، بعدها بنقلع الضاحك المؤقت، نحن عم نقلع الضاحك الدائم بعدها. نعم. عم نخسر سن دائم. صحيح. تمام. بس هذا الشيء كثير مهم لحتى ما يسبب امطمار بالناب. مثلا نلاقي في كثير اشخاص انيابهم ما أنا موجوده، تكون منطمره بالعظم جوا. نعم. ليش؟ لان ما تابعت الحاله وما انقلع الضاحك الدائم لحتى ينزل الناب محله. نعم. دكتور روني، يعني مجموعه نصائح من اولها بدنا اخيرها منك، اولا للامهات يلي عم يتعاملوا مع اسنان الاطفال يلي عم يبدلوا خلينا نقول اللبني او اللي عم يطلعوا جديد للدائم. هلا مثل ما قلنا من شوي انه لازم يصير مراقبه. هلا المراقبه اول ما بتبدا، يعني كثير عالم تسال انه من ايمتى لازم اخذ ابني اعرضه على دكتور الاسنان او دكتور التقويم. هلا عمر الست سنين لازم ينعرض مع بدايه تبديل القواطع الاماميه. بعمر بعدها بتدخل الاسنان بفتره راحه، بعدها بيرجع التبديل على عمر العشر سنين ل 11 سنه. كمان هون مهم نتابع الحاله. بين الست سنين والعشر سنين المهم نحافظ على الاسنان المؤقته اللي بتكون بالخلف.
تمام. ما بصير اذا السن انتخر، السن المؤخر انتخر، نقلعه ونتركه عادي يعني، ما بصير، لان بسبب هذا الشيء مشاكل بالاسنان الدائمه اللي نعم. هي تحت السن المؤقت. طيب دكتور، بدنا نشكرك اكيد على وجودك معنا وعلى كل النصائح اللي قدمتها لكل الناس، ومثل ما قلت يمكن هي العنايه بالاسنان اهم شيء حتى لو كان بوقت مبكر عند الاطفال. الدكتور روني توما، اخصائي تقويم وتجميل اسنان، شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا لك دكتور، ان شاء الله هيك كل مشاهدينا قدروا يستفيدوا من النصائح اللي قدمتها.